من 3 سنين وقتها بلشت كتير وقتها أخذت سكسي، وأكتر شي حكيوا عنها هي السيريل بورتريات شوي مثل أندي وورهول، هو بوب أرت. هلا كتير درج البوب أرت، كل شي خصو كل شي عم بيرجع يدرج، عم بيعملون على جديدين على تيب على كل شي. بس أنا طلعت بالفكرة كمان بالشالي وقتها بلشت، حطيت وجاهي أنا 3 طلعتهم على المعرض وصار يجيني كتير أوردرز، وهو بس تكنيك بيكون بالأسود عم بنرسم ورا في الباك جراوند. هلا أوقات بيعبوا حيط 6-7 تابلويات، أوقات تابلو واحد، أوقات سيدي 3، بيعملوا زوم على الوجه، بركز على الأبستريب الوجه أكتر شيء يعني، لأنه برتاح أكتر ولقيت أنه أكتر ستيلي فيهم محسن. هذيك السنة وقتها كانت حبلة، صرت كل شيء الانسبيريشن تجيني عند الولاد، فقررت أعمل شيء خاصه بالولاد. بلشت بسيري تابلو ديسان كتير هيك هين مثل كيف الولاد بيرسموا، ما في ديتاي، العيون الكبار، بلشت فيهم. بعدين صرت لي انه لا بدي أكتر أفكار تكون أوريجينال، عملت سيري اسمهم ماجنتيك كيدز كولكشن يلي هن تابلويات. الفكرة بلشت انه الولد وقتها بيطلع له كادو يا ما تابلو، اذا كان تابلو عادي علقه على الحيط رح ينبسط في نهار وبعدين رح خلص رح يزهق منه. فالفكرة انه بدي اعمل اخلق تابلو يضل الولد هو يعمل شي فيه. فخلقت تابلويات من ورا فيه مثل مغناطيس وحيوانات صغار، الولد بنقي الحيوانات اللي بده، في شي 50 موديل، هو بيصير في بالتابلو محلات فراغ، هو بيصير كيف ما بده يعمل السيت اب، يحط هيدا فوق هيدا، هيدا حده هيدا على الباتو، وفي التام يعني في حياة لمواضيع، وفي كمان الناس تعملوا اوردر. فكرة الوول ارت بلشت هيدا السنة لانه سافرت وعملت رشاش وشفت انه هلا كتير دارج كل شيء مثل نوع من الستيكرز بتعلق على الحيط، هنا ارخص اكيد من التابلويات، وهنا اكتر شيء بيستعملون الناس للقود للحمامات اللي ما كتير بده يحط بيجي على تابلو بأوضة نوم مثلا، بيحطوا قود الولاد خاصة لانه قد ما كان التابلو بقود الولاد الولد بده يخرتش اوقات على الحيط بدك تمسحي تابلو نووي يعني انكب اذا خرتش على الحيط. فهيدا فكرة الوول ارت، هنا اوقات شقف من تابلوياتي بخدهم بارتيات مثلا وجه بخده وبينقصوا وبيتلزقوا على الحيط، بينعمل الدايمنشنز اللي واحد بده، الالوان اللي بده. في تابلويات نووي يتقسم وما بيطلعوا حلوين، بس انه بركز اكتر شيء انه تابلو يتقسم عدد زيت التابلو مقسم على 4-5 محلات، بحس انه هلا كتير مودرن وبيعمل شوي هيك، مش انه بيعمل شوي مش انه بدل مونوتوني، مش انه هيك تابلو جاي بكأنه فيه حركة، الوان فقاعة يعني قليل كتير التابلويات اللي عندي هون غامضين وسود، واذا عندي شيء اسود بيكون فيه مثلا شفيفة حمر طالعين يا مع عيون يا مع شي بيعطي تتوش. المعارض اللي بشترك فيهم كلهم بحط كل شي عندي، يعني بحط تابلويات، بحط الكيدز كولكشن اللي بلشتها هديك السنة، وهلا مثلا بفقرة حطيت الوول ارت الستيكرز اللي هنا هلا بلشتهم، يعني بفضل نازل كل شي لانه هيك بتكون عندك مثل اللي جاي بيكون عنده مجال واسع يشوف، يعني اذا بهم ما بهمه الستيكرز بهمه تابلويات يا ماشي للولاد.